فاصل في مطبخ تورنيدو في حاجة زيادة. هنعمل دلوقتي بقى مكرون اللوز، بس عايزة افكركم الاول احنا عملنا ايه. عملنا طاجن الرز بالخضار والبشاميل ودخلناه الفرن، نشوف اخباره ايه. خلاص هي الجبنة ساحت بس محتاجة لسه لون، فنسيبها شوية كمان. طيب بالنسبة بقى لمقادير مكرون اللوز، معانا 2 بياض بيض، يفضل ما يكونش من التلاجة، رشة ملح، 70 جرام سكر ناعم حبيبات ما يكونش بودرة، 100 جرام لوز محمص هنفرمه دلوقتي، وللي يحب رشة قرفة. للي يحب يغير اللوز بأي حاجة تانية زي البندق مثلا يقدر يغيرها. طيب بسخن هنا، بعمل حمام مائي للشوكولاتة، هطفي عليها خلاص مش محتاجة اسخنها اكتر من كده. نعمل ايه بقى؟ نحط الاول بياض البيض وعليه رشة الملح وهنضربه بقى دلوقتي بهاند ميكسر. ونقدر بالزرار ده في توربو نقدر نكمل ضرب اعلى شويه. اول ما يبتدي يمسك معايا بالشكل ده هبتدي ادخل السكر تدريجيا واحده واحده بالشكل ده واكمل ضرب. نكمل نحط السكر، نحط اخر حبه سكر ونفضل نضربه حوالي 6 دقايق، 5 لـ6 دقايق، بيبقى القوام بيلمع وبيبقى متماسك كده. لو احنا نزلنا السكر مرة واحدة هيسيل مننا خالص، هيبقى البياض مش هيبقى متماسك، هيبقى سايل. لو المضرب البيض فيه اي حاجة، فيه دهون متبقية او حاجة مش مغسول كويس، او البياض نازل فيه صفار، برضو مش هيمسك معانا كويس البياض. او لو البولة نفسها مش نظيفة كفاية، لازم يبقى كله نظيف 100% عشان البياض يمسك معانا كويس جدا. ضربنا كده بياض البيض بقى مرنج معانا، ناقص بس انه يخش الفرن. هنضرب بقى دلوقتي اللوز، عايزة اطحنه صغير. نضربه حلو كده، الجرشه دي حلوه، مش ناعم قوي ومش خشن قوي. بنزله بقى كده، وزي ما قلت لو عايزين تستبدلوه تحطوا بندق ممكن، وبيبقى حلو قوي مع القرفه، او لو عايزين تحطوا القرفه برضو هنا بتبقى حلوه، بس مش كتير رش عشان يعني ما تغيرش من اللون قوي. نقلبه بقى. وفي حاجة حلوة بقى في الماكرون ده، ان هو هيتقدم على بسكوت، يعني هيتقدم على أرضية بسكوت، فشكله هيبقى مختلف. وهنعمل ان شاء الله مع بعض برضو الماكرون اللي هو بيتقدم على طول مش على أرضية معينة، بس ده شكله بيبقى جميل قوي. خلاص اهو بنقلبه، مش بسرعة قوي برضو عشان ما نطلعش الهواء من المرنج اللي احنا عملناه. ونبتدي بقى، انا معايا بسكوت عادي جدا، يعني اي وصفه بسكوت انتوا حابينها تقدروا تعملوها، وبتقطعوها وبتسووها عادي، يعني دي مستويه، بس مستويه فاتح مش غامق بس كده، او عجينه تارت، اي وصفه انتوا حابينها. في وصفات كتير موجوده عملناها، اي واحده اختاروها واعملوها. بنحط بعد كده معلقه صغيره من الخليط اللي احنا عملناه ده كده في النص، وبندخله الفرن على 180. هنلاقيه أخد معانا بعد كده لون جميل، هوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي دلوقتي. وصفة المرنج حلوة ليه بقى؟ أو وصفات المرنج عموما حلوة ليه؟ احنا لما بنعمل بسكوت كتير وأنواع بسكوت العيد، بنستعمل الصفار كتير ونسيب البياض، فدي وصفة حلوة قوي. لو اتبقى عندنا بياض نقدر نستعمله بان احنا نعمله مارنج، بيبقى جميل جدا، وبالذات بسكوت المارنج.
سواء بقى بالشكل ده او بالشكل، ان شاء الله معاك وصفه حلوه قوي تعجبكم. ندخله بقى في فرن تورنيدو على 170 درجه، مش عالي، ما يبقاش عالي، ممكن كمان على 160. يدوبك المرنج يستوي معانا من غير ما البسكوت نفسه يستوي قوي، يعني مش عايزينه يتحرق مننا، بس المرنج ياخد لون. والمرنج ممكن ياخد وقت طويل في الفرن على النار قليلة، بيبقى حلو قوي وبيطلع مقرمش. بصوا ده الشكل اللي هو النهائي ليه، بيبقى شكله عامل كده، وممكن نزينه بقى بطريقة حلوة قوي هوريها لكم دلوقتي. اهو بالشوكولاتة نقدر نزينه بشكل جميل جدا، بس عايزين نبص بس اخبار الفرن ايه. انا شايفة اللون حلو جدا كده، خلاص نطلعه بالشكل ده. خلاص نطفي بقى. اهو واخد لون وطبقات جميلة جدا. طيب بالنسبة بقى لزينة المكرونة هنا، احنا نقدر نعمل شكل جميل قوي، بنسيح، دي مش لازم، دي مجرد اضافة زيادة للي يحب. بنعمل حمام مائي للشوكولاتة بان احنا بنحط الشوكولاتة، هي بنحطها في مايكرويف، بنسيحها في مايكرويف كل 30 ثانية نقلب لغاية ما تسيح معنا، يا اما بنعمل لها حمام مائي بنحطها في حلة، الحلة فيها شوية مية ما بيلمسوش الحاجة، الوعاء اللي احنا حاطينه ده علشان ما يحرقش الشوكولاتة من تحت، ولغاية ما يسيح معانا بنقلب بنقلب لغاية ما يسيح، وبنقدر نشكل بقى، يعني نقدر ناخد الشوكولاتة كده وننزل نعمل خطوط على البسكوت بالشكل ده، بيدي شكل حلو برضو. لكن انا عاجبني المرة دي كده، انا يعني مش هعمل له اي خطوط، هسيبه كده بس واحدة في النص اهو، يعني حبيت اوريها لكم لو حبيتوا انتوا تزينوا حتة زيادة. بس كده افكركم احنا عملنا ايه النهاردة. احنا عملنا قالب او طاجن الرز بالخضار والبشاميل اللايت، وعملنا كمان بسكوت اللي هو بمكرون اللوز. يا رب الوصفات تكون عجبتكم.